إن المحروم من حرم الذكر، محروم من حرم الذكر. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. شوف مصطفى العدوي. أيوة مصطفى تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا في أكثر من سؤال ورد لحضرتك كم مرة عن ما يسمونه المداخلة، وحضرتك كل مرة تجيب تقول هذه نابتة كذا وهؤلاء. نعم نابتة سوء الذين يسبون العلماء، هل تشك في هذا؟ هم مين العلماء يا شيخ اللي بيسبوه؟ سبوا كل العلماء كبيرهم وصغيرهم. بيسبوا الشيخ ابن باز والشيخ سليمان والشيخ الألباني بيسبوهم. أنت منهم؟ أنت من هؤلاء؟ لا أنا بستفسر يا شيخ. أنا سبوا مشايخ الحرم وسبونا وسبوا إخواننا الدعاء في مصر كلهم، سبوا كل العالم. يا شيخنا أنت بتقول بيسبوا كل العلماء. أجل كل، أنت تعرف أحيانا كلمة كل. الألباني والشيخ. افهم بس يا أخي الكريم. الشيخ الحيدان. افهم يا أخي. العلماء. افهم يا أخي الكريم. افهم كلمة كل تعني الكثيرين. كان رسول الله يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليلة، تدمر كل شيء بأمر ربها ما دمرت الصالحين وأتيت من كل شيء. فكلمة كل أحيانا تعني الاستحواذ الكامل وأحيانا تعني الأكثر. طيب يا شيخنا أنا ذكرت حضرتك العلماء الكبار اللي هم موجودين في الأمة، الشيخ ابن باز، الشيخ من الشيخ الألباني، الشيخ الفوزي. يا أخي لا. أنا أول واحد بيشتموني، أنا أول واحد بيشتموني. هؤلاء يسبونهم؟ أنا بكلمك عن كل علماء مصر بنسبهم على ألسنتهم. هم مين العلماء في مصر؟ ما عندكش أنت علماء، أنت العالم. يعني مين العلماء في مصر يسبوهم؟ ما أنا أسألك أنا سؤال، يعني أنت العالم؟ أنا مش عالم يا شيخ. خلاص اسكت ما تتكلمش. مين العلماء في مصر يسبوهم؟ أعوذ بالله. ما أنا بقول الواحد منهم اللي بنسب، سبوا الشيخ محمد حسان كل المشايخ اللي في مصر، ما سلم من لسانهم أحد، قطع الله دابرهم يا رب. نحن خصماؤهم يوم الدين، هؤلاء نحاججهم يوم القيامة. ما عندهم عالم أصلا في مصر، خصماؤهم يوم الدين هذه الفئة البغية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اللهم عليك بالذين يسبون العلماء والدعاة إلى الله، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أوليائك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.